اللقاء المفتوح نصل إلى فقرة التغذية، وكما وعدناكم دكتور محمد الفايد الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة معنا مباشرة. صباح الخير دكتور الفايد. صباح الخير. رمضان مبارك. مرحبا لكم إن شاء الله. إذن كيف كنقولوا دائما المناسبة شرط، وأكيد المناسبة هي الشهر الفضيل شهر رمضان، فالعنوان الكبير اللي غنتحدثوا عليه طيلة هذه الأيام هو رمضان والصحة. نعم أكيد، كيف ما كان الحال الناس دابا صاموا الحمد لله السبت والحد اليوم الاثنين، يعني ثلاث أيام الناس بداوا الصيام. واخا كتكون في الأول ديك التخوف من الجوع ومن النهار ومن العطش هذاك الشيء، ولكن دابا كيشوفوا الناس على أن واخا يكون النهار اللي كان فيه راه غادي يصوموا، واخا يكون الجو حار غادي يصوموا، واخا يكون اللي كان، يعني الصيام هو هو. ويعني هذه عبادة ماشي نصائح طبية، ولا هذه عبادة فرض، يعني ما غادي يدوزوه الناس إن شاء الله بأحسن ما يرى، ما غاديش يكون عنده أي مشكل. غير من ناحية الصحية، من الناحية الصحية يحاولوا الناس يستافدوا من رمضان، لأن الأكل غريزة، ما يقدرش الواحد يحبس رأسه على الأكل. وهذه المناسبة ديال رمضان ما هو فرض، يعني فالناس كيصوموا ما كاينش مشكل، يعني ما كيلقاوش مشكل في الصيام ولا في انقطاع الاكل في النهار ديالهم لمدة تقريبا دابا 16 ساعة، يعني من على حسب الناس ما عادش نعسوا ولا منين بداو الصيام. اذا بداو مثلا من الصبح حتى المغرب تقريبا دابا 16 ساعة وشي حاجة، مزيانة للجسم. هذه اقصى مدة ما يمكن الشخص يصومها، وهي جيدة للجسم إلى الناس عرفوا يتعاملوا مع الصيام. إذا كانوا يعني يأكلوا ذيك كمية ديال الأكل، يعني تقريبا 2 كيلو ديال الماكلة حتى 3 كيلو ديال الماكلة في الليل ويصوموا بالنهار، ما غاديش يستافدوا كتير. يحاولوا ما أمكن، حتى وخا صايمين وخا يعني معليين، دابا صاموا 3 أيام الناس ما صافي، الخوف ما التخوف ما بقاش، غير الناس اللي عندهم أعراض، خصوص الأشخاص اللي عندهم بحال السمنة بحال ارتفاع الضغط، بحال الناس اللي عندهم مشكل ديال 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 الزياده ديال الوزن، بحال الناس اللي عندهم حصوات في المراره، بحال الناس اللي عندهم زوائد تكيسات، هذو كلهم خصهم يلتزموا بواحد الاكل اولا طبيعي، يكون الاكل ديالهم جيد، الطبخ ديال المنزل يكون خضار، يكون فواكه، يكون اشياء هكذا، ويتجنبوا 2 ديال الاعداء ديال الصيام اللي هما الحلويات والمقليات. يعني الحاجه اللي مقليه هما اللي كيكثروا في شهر رمضان. نعم هما اللي كيكثروا مع الاسف، لان كنشوفوا الموائد الناس كيشتتوا الفطور ديالهم، عوض ما يجمعوا كيتشتت، ملي كتولي مثلا 15 صحن محطوطه فوق المائده ما غاديش الشخص يفطر مزيان، كيتشتت الاكل كيتشتت. الا كان 3 أو 4 يكونوا مزيانين الشخص غادي ياكل اولا مزيان وياخذ وقت، لان كنشوف انا الناس كيزربوا في الاكل في الفطور، كاين الناس مع الصيام مع داك الجشع كي تقريبا قطع عليه من تيأذن المدن، ملي كيأذن المغرب صافي ما كيعرفش راسه باش بدا، ما كيعرف راسه واش تياكل، ما كيعرفش واش كيخلط. هذه الحالات هي ما غاداش تخلي الشخص يستافد على المستوى الصحي، ما كيستافدش من الصيام. حتى الماء ما خصوش يتشرب اثناء الاكل، لان الحريره فيها الماء، لان الناس اللي كيشربوا عصير راه كاين الماء، الناس اللي كيشربوا حليب راه فيه الماء، الناس اللي كيشربوا اتاي راه فيه الماء. يعني يحاولوا الناس هذيك الماء ما يشربوش، والا شرب يشرب شويه، والماء ما يكونش بارد، يتجنبوا الناس الماء بارد في الفطور. هذه في رمضان ولا من غير رمضان؟ دائما كتسمع رمضان ولا في غير رمضان، يعني الماء بارد ما مزيانش للجسم. يعني احنا شحال من مره تكلمنا على هذه القضيه، لان كيكون الشخص عطشان وكيكون يعني في النهار ديالو صايم، وديك الشحفه ديال الصيام هو كان النفسيه ديالو كيمشي للحاجه البارده، يعني الماء بارد راه غادي يحيد العطش. هو خطا، هو الاشياء هذا الماء كيتشرب دافي على حراره عاديه، ولا اتاي ولا حاجه، هذو راه يعني جيدين. وما ما 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 الناس ما يشربوش الماء، علاش؟ لان الماء كيرشح كيديلي هذيك لابيبسين، وهذاك الترشيح ديال لابيبسين كيعطل الهضم. يعني شوف الناس اللي كيشربوا مثلا 2 كيسان ديال الماء مع الفطور ما كيهضموش، كيتنفخ المعده ديالهم كتنفخ، وكيوليو في حراج، ويعني حتى الجلوس ديالو مع ولاده ولا في دارو ولا حاجه ما كيبقاش يعني مريح، واحد البراح ما كيبقاش مرتاح. يعني كيتزير، كيولي يتكا، كينوض، كيريح، كاين اللي كيتمدد، كاين اللي كله. واش هذه حاله ما غاديش مولاه يستافد كثير، لان رمضان راه يعني واحد المناسبه للناس ما يلقاوهاش مثلا في الدول الاخرين، هذوك الغير المسلمين ما كيلقاوش هذه المناسبه ديال الشهر
ديال 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 الجوع وشهر ديال يعني ديال الامتناع على الاكل، وحتى الاكل يكون بذكاء اللي بغى يستافد. فهاد الامراض اللي قلت يعني السمنه وارتفاع الضغط والتكيسات والزوائد والوزن، يعني هذا يعني الناس اللي باغين الجسم ديالهم يولي جيد، وحتى الدوره الدمويه الناس اللي عندهم مثلا دم ثخين واللي عندهم الدوره الدمويه ناقصه، يعني عندهم مشكل ديال الاختناق، فيعني الصيام الى صاموا بمواد جيده يكون احسن. امراض القلب والشرايين، امراض القلب والشرايين اللي كيصوموا، حيت كاين امراض القلب والشرايين اللي ما كيصوموش، كاين اللي يصوم، ولكن الناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين وصايمين يعني اللي قادرين يصوموا، إلا زادوا حيدوا الدسم، إلا حيدوا الشحوم من الأكل ديالهم في الليل، يأكلوا كل شيء ما عندهمش مشكل، حيدوا الأجبان واللحوم، غادي الحالة ديالهم تحسن، حتى أن بعض الحالات كان عندهم شلال نصفي، يعني كانوا واصلين للحالة ديال شلال نصفي، ومن اللي حيدوا الدسم أثناء شهر رمضان، يعني ولات الحالة ديالهم جيدة. وعضو آخر هو الكبد، الكبد كيستفد من الصيام، وهو تقريبا على الرأس القائمة. نعم. المعدة كتستفد أكثر، ولكن لا، الكبد الناس كيقولوا المعدة كتستفد أكثر، الكبد كيستفد أكثر من المعدة، خصوص إذا شربوا الناس سوائل في الليل، إذا شربوا الناس سوائل في الليل بكثرة يكون الماء. يعني كيف ذلك؟ يعني كتصفى أكثر أو كيف؟ يعني كيفاش كتستفد؟ نعم، إذا شربوا الناس عصير مثلا بحال في رمضان، إذا شربوا الناس عصير تفاح وعصير الهندية اللي كاين دابا، عصير التفاح وعصير الهندية في الليل، وحيدوا الدسم، يعني الكبد كيتغسل، لان كاين الناس كثار كيتشكاو من الكبد ماشي غير. نعم. غير واحد الملاحظة، لما كنقولوا عصير كيف كتذكر دائما راه الناس كيديروا التفاح مع الحليب. لا، عصير بالماء، يعني ماء معدني، التفاح ولا الهندية، الهندية ما كيزيدوش معها بزاف حيت فيها الماء، الهندية ما كنزيدوش معها بزاف الماء. غالبا التفاح أولا البنان، هذه عواصير عصير اللي كنديروها. نعم. مع الحليب، أنت دائما كتقول لنا بأن الحليب ما كيتعملش عصير. لا، ما خصوش يتعمل، لأن الحليب عنده هضم بطيء، فيه شوية دسم، فيه الزبدة، وعنده الهضم ديالو بطيء، ماشي بحال العصير اللي دار مع الماء، لا دار مع الماء أو عصير البرتقال. نعم. وكيغسل، يعني كيمر بسرعة وكيغسل الكبد والمرارة على الخصوص، بحال دابا عندنا في هذا الموسم كاين الباردة وكاين الهندية وكاين التفاح وكاين أشياء دابا اللي تطحن مع الماء وتشرب، هذه جيدة الجهة مع الصيام، يعني مع الصيام إلى داروا الناس هذه الأشياء هذه في الليل غادي يستافدوا يعني مزيان، خصوص النساء اللي عندهم مشكل ديال الانتياز، اللي عندهم بعض الحصوات في المرارة، إلى عملوا هذه الطريقة هذه حيدوا المواد الحيوانية ويديروا العصائر، يكثروا من العصائر في الليل وياكلوا الحريرة والخبز المسائل، يفطروا ما عندهمش مشكل، التمار وكل شيء ما عندهمش مشكل، غير هذه القضية العصائر في الليل يكثروا منها ويحيدوا الدسم فقط، وغادي يستافدوا أكثر من الصيام، لأن هذه فرصة تتعطى للناس كل عام، ولكن مع الأسف ديك الخلعة ديال الجوع ما تتخليهمش يستافدوا، يعني هذه الخلعة الجوع هي اللي يعني هو غريزة الإنسان طبعا، ملي كيكون الماكلة غادي ياكل، ولكن يرشد هذه الماكلة، ما يحطش كثرة وما يشتتش الأكل ديالو، ويكون الأمور منظمة، كنظن ما غاديش المرض ديالو يتزاد لكان، وإلا كانوا أمراض كما قلت اللي كتتعلق بهذه الزوائد والحاجة التراكمات ديال السنة غادا تمشي، يعني غادا تحيد حتى السموم، حل بعض الأمراض بحال الأوتيزم، الناس اللي عندهم المرض التوحدي الصيام جيد للمرض التوحدي، لأن كاين دابا المرض التوحدي اللي عندهم 16 عام و 18 20 وكثر، ما بقاوش أطفال، هادو اللي عندهم اللي كبار شوية وعندهم مرض توحدي، يعني التراكمات ديال المعادن الثقيلة رمضان كينقص منها، الصيام كينقص منها، بشرط في الليل ما يتناولوش، ما يزيدوش يتناولوا مواد صناعية اللي فيها معادن ثقيلة وفيها مضافات، وداكشي يكون الأكل ديالهم طبيعي، وإلا داروا يعني مع الصيام يشربوا الماء بكثرة ويشربوا هاد العصائر ديال الخضر وديال الفواكه، هذا الحال ديال الحالة ديالهم تحسن. نعم. دكتور الفايد، سؤال تقليدي يعني جا البرنامج يمكن تم الإجابة عليه دائما خلال شهر رمضان، ولكن مازال غادي نعاودوا نذكروا به، الحريرة شنو مدى تأثيرها على الصحة خصوصا اللي كيشربها كل نهار؟ لا، هي جيدة، غير الناس اللي عندهم بعض الأمراض بحال سرطان، الناس اللي عندهم سرطانات واللي عندهم قرحة المعدة واللي عندهم كران واللي عندهم RCH، اللي عندهم أمراض الجهاز الهضمي ما يديروش الإبزار، يحيدوا الإبزار فقط، يديروا مرضى السكري،
الخرقوم البلدي لا تاع السكري يشربوها ما عندنا مالين السكري ما عندناش مشكل مع الحليله علاش لان القطاني ما كيضروش مالين السكر الشربه ديال الخضر كاين اللي كيدير الحسوه تشعير الشربه ديال الخضر ولكن الغالب يعني السواد ديال المجتمع كيفطر بالحليله والافتراض الحليله جيده علاش لان فيها الحمص والعدس فيها القطاني فيها شويه ديال الطماطم مطيشه وفيها الربيع هذا يعني ما يديروش الناس الكرفس لان الكرفس ممنوع في الصيف ما خصهاش تكال في الصيف كرفس السخونه يعني كتسخن خاصها تكال في الحال بارد يعني المعدنوس والقصبر فقط يعملوا الناس قص هذا الربيع يعني قصبر المعدنوس والطماطم كاين قطاني كيديروا فيها عجين يعني الدقيق ديال القمح اذا كانوا الدقيق ديال القمح ما يديروهاش بالفرص يديروا الدقيق ديال القمح والحريره هي اللي تقريبا هي الفطور يعني يعني واخا المغاربه نحطوا اللي حطينا ولا ما كانش الحريره ما كانش فطور نعم كتبقى الحريره هي الفطور وهي كتنفع المغاربه يعني الحريره كتنفع يعني الناس اللي صايمين غير ملي كيشرب الانسان زلافه ديال الحريره خاصو يكون تيقن ان الجسم ديالو خاب اللي يكفيه ما يبقاش مخلوع يبقى يقلب على شي زيت ما يعني الا خدا شويه خبز خبائز بغرير ولا مطلوع ولا اي هو دابا كاين اللي كيخليها هي الاخرى تا كيسالي كيخليها غير تمارين دابا كاين تمر كاين حريره كاين شاي كاين خبائز كاين حتى الناس اللي مصايبين الصفوف الصفوف جيده لان فيها اللوز وفيها هذه كنظن جيد ولكن ملي كي العليين الا بدا الشباكيه واخر الحريره ما غاديش يهضم نعم ما غاديش يهضم غادي يبقى حتى 11 الليل ما يهضمش يعني من الاحسن يتفاداو الناس هاد لان هاد الشباكيه كتحبس الهضم كتحبس الهضم واخا ياكل غير قطعه صغيره غادي المعده ديالو تنفخ راه ولو ان يعني حتى الشباكيه فيها مكونات اللي يمكن ما فيها غير هو داك مساله القلي وهذا هي اللي شي شويه لا فيها الميلانويدات الميلانويدات والبيروكسيدات كيتجمعوا في الشباكيه مع الاسف ماشي بس ما كاين الا الانسان يعني عجباته ولا كما قلت اكل غريزه نأخروها والسلام نص قطعه يغبرها وصل الاكل ماشي مشكل ولكن هذو اللي كيبداو بالشباكيه ياكل ثلاث قطعات الشباكيه فيها الميلانويد وفيها البيروكسيد الميلانويد كيحبس البيبسي ما كاينش الهضم نعم الا الناس اللي فطروا كما قلت الحمد لله المغرب الناس عندهم باش يفطروا دابا في شهر 8 عندهم الكرموس كاين التين هذا الطري كاين الكرموس بحالو البياض وكاين الهنديه وكاين الحريره وكاين الخبائز وكاين التمر الخير موجود تبارك الله دكتور غير الناس كما قلت يكون واحد الفطور ذكي وباش يستافدوا من الصيام نعم دابا هادو اللي كيفطروا بالحلويات وعندهم مقليات وعندهم شحوم كاين اللي كيدير البروشيت هادو ما غاديش يستافدوا من الصيام يعني من الناحيه الشرعيه الصيام ديالهم جائز كما اقول دائما ولكن ما غاديينش يستافدوا يعني ما غاديينش يستافدوا وغادي يكونوا مقلقين الصباح بحال دابا هذا الوقت في كديال 10 ونص ل 11 هذا غادي يكونوا ضاجرين غادي يكون الشخص ضاجر علاش لان كتكون الجريلين يلاه كملت الخدمه ديالها وكتكون المعده فرغت واسمو كيترتب على هذيك المسائل كيكون الدم باقي تخين وكيتقلق بسرعه الشخص يعني وهذا القلق في رمضان ما مزيانش اذا طيله الشهر الفضيل نعم طيله الشهر الفضيل ان شاء الله دكتور الفايد غنتحدثوا على هذا العنوان الكبير اللي اختاريناه اللي هو رمضان والصحه شكرا جزيلا لك لقاءنا بك يتجدد يوم غد